بأيهم اقتديتم اهتديتم نجوم الهدى. سلمان الفارسي. قال المهاجرون سلمان منا، وقالت الأنصار لا بل سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. شبهه علي بن أبي طالب بلقمان الحكيم وببحر علم لا ينزف. هو سلمان الفارسي يكنى بأبي عبد الله من أصبهان، والده كان خازن نار المجوس. أرسله يوما لقضاء حاجة، فمر بكنيسة للنصارى فأعجب بدينهم ووجده خيرا من دينه، فحبسه أبوه بالدار حتى ارتحل مع تجار إلى الشام، وهناك لازم أسقف الكنيسة وأبغضه لما رآه يأكل من مال الصدقة. ولما مات جيء بأسقف آخر زاهد بالدنيا فأحبه سلمان. ولما مات أوصاه بعابد بمنطقة نصيبين فلازمه حتى الموت، وأوصاه بآخر بعمورية أرشده لاتباع النبي الذي يخرج من مكة للمدينة ومات. فقدم ثروته لقوم مقابل نقله للمدينة، فغدروه وباعوه ليهودي اتخذه عبدا، ومنه إلى سيد آخر يقطن المدينة. بقي بالمدينة حتى جاءها النبي، فاختبره سلمان فوجده لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية ويحمل خاتم النبوة، فآمن سلمان بالله وبرسوله الذي أعانه والصحابة حتى تحرر من الرق. كان رجلا طويل الساقين غزير الشعر قوي البنية، يأكل من سفيف يده. آخى الرسول بينه وبين أبي الدرداء الذي قال له سلمان أعط كل ذي حق حقه، لما وجده كثير العبادة ناسيا نفسه وأهله، فاحتكما للنبي فقال صلى الله عليه وسلم لقد أشبع سلمان علما. بأيهم اقتديتم اهتديتم نجوم الهدى. منعه الرق من شهود بدر وأحد، وأول غزوة كانت له الخندق، وفيها أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق يغطي المنطقة المكشوفة حول المدينة، فحال الخندق دون اقتحام المدينة. كان رجلا كثير الصدقة شديد التواضع، وهو الذي رفض الإنصات للخليفة عمر حتى تبين من أن ثوب عمر هدية من ابنه وليس من بيت مال المسلمين. بني له بيت إن قام فيه أصاب رأسه، وإن اضطجع أصاب رجليه، وكان يعجن يوما بيديه. فلما قيل له ما هذا قال بعثنا الخادم في عمل، فكرهنا أن نجمع عليه عملين. ولما اختاره عمر أميرا على المدائن كان يسير بعباءة رثة، فجاء رجل من الشام ومعه حمل، فقال له تعال احمل، وهو لا يعرفه. فلما عرف أنه الأمير اعتذر وارتبك، فقال له سلمان إني قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك. هو الذي قال إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل. احتفظ بصرة مسك أصابها يوم فتح جلولاء لتكون عطره يوم مماته، ثم دعا بقدح ماء نثر المسك فيه وقال لزوجته انضحيه حولي، فإنه يحصرني الآن خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام وإنما يحبون الطين. توفي بالمدائن في خلافة عثمان سنة 32 للهجرة، وكان من المعمرين بالطاعة. رضي الله عن سلمان الباحث عن الحق. بأيهم اقتديتم اهتديتم نجوم الهدى.